أخبار اليوم. بالنسبة للشهرة والغرور والعظمة والكبرياء والكلام ده، أنا أي حد هيخش في الحتة دي هيقع بسرعة جدا. أسرع حاجة ممكن توقع البني آدم الغرور. أنا شايف إن الناس حبت مينا زي ما هو في الأكاديمية، مينا هيطلع من الأكاديمية هو اللي هيفضل كده زي ما هو. بس في حاجة، يعني مش مينا مش زي ما هو، معنى كده إن هو لازم يرد على مثلا 40,000 مسج على الواتساب أو على الفيسبوك. أنا برضو بشر، فلازم اللي قدامي يقدر ده. انا لو عليا، انا نفسي اقعد ارد على كل المسجات، ونفسي ارد على كل المكالمات، ونفسي اقابل كل الناس، ونفسي اتصور مع كل البني ادمين. بس غصب عني مثلا الناس بتيجي الحفله عايز تصور معايا، في اورجنايزر الحفله مثلا وليد منصور، والراجل هيبوظ له المكان لو رحت اتصور مع، بعد كده ما فيهاش تنظيم. هو اول ما اخش وسط الناس الفانز الدنيا بتبوظ، مش هينفع الجارد يخش يضرب ولا جارد، وانا ما بحبش حد، ما فيش جاردات، ولا ما بحبش الشغل ده. فاهمني؟ ما حدش، ما ايه عم في ايه مباشره مع الفانز على طول، يعني حتى وما في ناس بتنظم المكان وبتاع على راسي من فوق، ده شغلهم. بس ما حدش بقى يقعد يزعق ويزق، وبنات وبيبقوا جايين من حتت بعيده، والولاد تزق في البنات، والبنات ما مش انا احنا شفنا لك كذا لفته اخرهم، ما كنا في بورتو كايروس لما الجمهور كان عايز يخش يصور معاك، الجارد برده كان بيمنعهم، لا انت قلت لهم لا، وحريص ان هم يجوا يتصوروا معاك، ورحت لهم انت بنفسك وتصور. جايه منين ده؟ الناس جايه جايبين ميكروباصات وجايين من سفر، فعشان بس يتصوروا. طلعت بره، انا كمان بعد ما خلصنا الحفله لا، وكان ممنوع، واتصورت على قد ما قدرت، وان الدنيا باظت، ووليد منصور قال لي كفايه. طلعنا بره، بعد ما مشيت بالعربيه لفيت ورجعت، جالي تليفون من حد، الناس مستنياك وبيعيطوا وبتاع. رحت لافف بالعربيه تاني ورجعت، ووقفنا في الشارع. طبعا ما كانش في تنظيم، كان في بهدله، بس على قد ما قدرت اخد راي حد مهم جدا في مجال اداره الاعمال، هو بستشيره وباخد رايه، مش ماضيين عقد مع بعض، بس الراجل واقف جنبي بيساعدني دلوقتي لحد ما يبقى في حاجه اوفر رود عليا، فهنبتدي نمضي مع بعض ونظبط القصه دي. الراجل بكلمه بيفرض عليا حاجات، ما تعملش ده، ما تروحش هنا، ما بقاش ينفع تعمل كده. الناس دي عندها خبره، مثلا عنده 20 30 سنه في المجال، فاكيد انا مش هفهم اكتر منه، فاللي هيقول لي عليه انا بعمله. انت اصبحت شخصيه خاصه، شخصيه عامه. الشخص ده هو مين؟ فؤاد. على فكره مين فؤاد؟ يعني يمكن له احترام وتحيه للشخص ده، يعني قد ايه الشخص ده بيتعب مع الناس فعلا بجد، وقد ايه محترم جدا. يعني كان شغال بحد بحجم تامر حسني، و20 سنه مع بعض او 25 سنه حاجه كده، وماسك نجم زي تامر حسني، وعامل له كل حاجه في نجاحات تامر حسني. لو حد تاني كان ممكن ما يكلمش بقى النجوم اللي لسه طالعه جديده دي، وان شاء الله ما تبقى سوبر ستار نبقى نتكلم مع بعض. في ناس كده دلوقتي في اداره الاعمال، لا الراجل بيحبني جدا وواقف جنبي، وراجل في قمه الاحترام والادب، ومفيش مره اكلمه ما يردش عليا، حتى لو ما ردش بعديها على طول بيكلمني. واعمل ايه يا عم محمد في القصه دي؟ روح مكلمني يقول لي اعمل 1 2 3. فبكن له كل الاحترام والتقدير، وعلى راسي من فوق اللي هو بيعمله معايا. هو فعلا يعني يمكن حالفني الحظ اكتر من مره، واتقابلت مع ميمي وخلال ممارسه العمل مع تامر وبعد تامر، وكان هو كان شويه كان زعلان من الاخبار اللي تداولت مؤخرا عشان هو ساب تامر والكلام ده، ولكن هو كان حريص قد ايه ان هو يجدد الطاقه اللي كانت جواه مع تامر من صغره، ان هو يبثها تاني في روح شاب جديد، ان هو يواصل معاه. وهو يعني على الجانب الشخصي كمان محترم جدا جدا جدا. مينا بقى نتكلم عن، يعني انا بحب البرنامج اللي جالي صوت الجيل الجديد، رحت وقعدت معاه واتكلمنا وقرينا العقد، وقال لي تعمل كذا وغير دي واعمل دي واعمل يعني المفروض الكلام ده كله يبقى فيه مقابل مادي، ويبقى فيه دي اداره اعمال، ده شغل. لا الراجل ما رضيش ياخد اي حاجه مني، وقال لي ما فيش الكلام ده، وانت اخويا الصغير وتعمل 1 2 3، لا واطلب ده، لا وشيل ده، لا اوكي ماشي ده. يعني ما اعتقدش ان في حد في الوسط دلوقتي ممكن يعمل الكلام ده في اداره الاعمال يعني.